كثيرون من يراهنون على الإدارة الأمريكية الجديدة، وهناك من يعلق آمال على الإدارة الديمقراطية، وهناك آخرون فقدوا أي ثقة في الأخيرة بعدما عجزت إدارة بايدن ونائبته كامالا هاريس في الضغط على نتنياهو لإيقاف الحرب، بل بالعكس قدمت دعما عسكريا كبيرا لإسرائيل التي يقوم رئيس وزرائها بحرب يتهم فيها من قبل دول رفعت دعوى ضده بالإبادة أمام الجنائية الدولية. عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وصلت كامالا هاريس ودونالد ترامب حملة أخيرة لكسب الأصوات في الولايات الحاسمة، ويتوجه الناخبون الأمريكيون الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس 47 للولايات المتحدة في ظل تقارب شديد في استطلاعات الرأي بين المرشحات الديمقراطية ونظيرها الجمهوري. تبرز العديد من السيناريوهات المحتملة للانتخابات الأمريكية، وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن السيناريو الأول الأكثر ترجيحاً هو فوز هاريس عبر ولايات الجدار الأزرق، حيث تتمتع بتقدم طفيف في ولايات متأرجحة مثل ميشيغان، نيفادا، ويسكنسن، بنسلفانيا، ما قد يضمن لها 276 صوتاً انتخابياً، أي أكثر من الحد الأدنى المطلوب للفوز. أما السيناريو الثاني فيعتمد على فوز ترامب من خلال التركيز على ولايات الشرق، تحديداً جورجيا، كارولينا الشمالية وبنسلفانيا، وتراهن حملة ترامب على زيادة شعبيته بين الناخبين السود في هذه الولايات التي تضم أعداداً كبيرة من الناخبين السود، وهو ما قد يمنحه فرصاً أفضل في سباق محموم ومتشابك. أما السيناريو الثالث فيتمثل في فوز ترامب عبر ولايات حزام الشمس مثل أريزونا، جورجيا، كارولينا الشمالية، مع ضرورة إضافة ولاية شمالية مثل ويسكنسن أو بنسلفانيا لزيادة فرصه في المجمع الانتخابي. تظهر استطلاعات الرأي بعض المكاسب له مع الناخبين من الأقليات، مما قد يعزز فرصه في هذه الولايات المتنوعة. أما السيناريو الأخير والأقل احتمالاً هو حدوث تعادل في المجمع الانتخابي بين هاريس وترامب ب 269 صوتاً لكل منهما، ما قد يؤدي إلى انتخابات طارئة يحسمها مجلس النواب الأمريكي. وحسب مختبر الانتخابات التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية، فقد أدلى أكثر من 77 مليون ناخب بأصواتهم عن طريق التصويت المبكر. بين أمال دونالد ترامب في العودة إلى البيت الأبيض وطموحات كامالا هاريس بأن تصبح أول سيدة على الإطلاق تفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، يدلي الناخبون الأمريكيون بأصواتهم غدا الثلاثاء لاختيار خلف للرئيس الحالي جو بايدن. وكان بايدن يسعى لنيل ولاية ثانية، لكن أداءه السيء في المناظرة الرئاسية مع ترامب تسبب في موجة استياء منه أدت إلى انسحابه من السباق وإعلان تأييده ترشيح نائبته كامالا هاريس.